السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. باش تنجح في الحياة لازم تتعب، لازم تتعب، لازم تتعب، لازم تدير خطة. كيما تعرفوا ما كاينش اللي ناجح ولا راب ما كاينش اللي ربح من العدم، ما كاينش حاجة تجي هكا وخلاص. عندها الناس اللي وصلت، الناس اللي وصلت للقمة، تعبت بزاف، طاحت ونالت. أول شيء هو أنك تلتهب نفسك، عندها تبدأ بالنفس تاعك، نقي روحك من جهة ربي ومن جهة العبد، فما تقدر الدمار. ثاني شيء هو دير بلون، ودير خطة، ودير هدف اللي غادي توصل له، وراك رايح وش بغيت دير. شي غير هكا نحوس ننجح، نحوس ندير دراهم، وكيفاش وعلاش، ومن هنا عندي تساؤلات ميم با ما نسالش نفسي. اسال نفسك شو الهدف ودير خطة تمشي عليها. الخطة يا خوتي اول شيء لازم لها بداية باش توصل للنهاية. معناتها اصعب حاجة هي انك تبدا شيء، اصعب حاجة انك تبدا هذاك الشيء، وكي تبدا تولي اسهل حاجة. باغ اكزومبل عندي خدمة في الدار، يعني هذيك الخدمة مدتها ساعة برك، هذيك الساعة غادي نضرب فيها سمان شهر شهرين، غدوة نبدا، ما غاد نبدا، ما غاد نبدا، وتقعد لي هذه الخدمة ممكن عام. ولكن اللي فات فيا بديت وهذيك الخدمة غادي نخدمها في ساعة وساهلة وما تعبني ما والو. صحيح لازم نقسم الجهد تاعي، باغ اكزومبل 8 على 8 على 8، 8 سوايع رقاد مفروغ منها، 8 سوايع عمل، 8 سوايع فكر تحواس، كاين عائلة، كاين أمورات أخرى، نقدر الجسم تاعي هنا يريح. عمره ما كان العمل يعي الجسم، ولكن التخمام هو اللي يقتل الجسم ويرهق البدن. أعظم حاجة خلقها الله عز وجل هي الهم، إذا طال عليك الهم يدمرك. أول شيء قلت لك تبدأ بنفسك، النفس، معناتها كي تبدأ بنفسك معناتها تلتهب نفسك. كاين بعض الناس لاهي بالناس، علاش درت انت هذه ولا طلعت هذه ولا رحت لهذه ولا شفت هذه؟ ابدا بنفسك، روح لنفسك، يبدا بروحك، لها بروحك، المؤمن يبدا بنفسه. هذه لازم نفهموها. ثاني شيء قلت لك الهدف، والهدف لازم تكون عنده خطه، خطه معينه غادي توصل بها. ايضا حاجه المهمه هو انه ما تخممش في الاشياء السلبيه. تبغي دير بروجي، دير حاجه، ماشي الحاجه السلبيه الاولى اللي تخمم فيها، تخمم في الحاجه اللي غادي تربح فيها، كيفاش غادي تربح، ولكن غادي تخمم في امورات سلبيه غادي يجوك في طريقك. شوف معالج لهذيك الامورات السلبيه، ماشي تهضر على السلبيه بالرغم انك تشوف الموضوع. خطأ انا نشوف الموضوع في 10 نقاط، عندها نقطه سلبيه و10 نقاط ايجابيه. الانسان السلبي يروح ديرك للنقطه السلبيه ويخمم عليها، لا والايجابيات هذوك. معناتها ما تكون سلبي، معناتها أنت إنسان سلبي، اللي يشوف السلبيات إنسان سلبي، واللي يشوف الإيجابيات إنسان إيجابي. ثاني شيء لونتوراج، لونفيرونمون، المحيط، المحيط تاعك لازم ما يكونش فيه ناس سلبيين، لأنه الناس هذا الناس السلبيين هذو يعطوك شحنات سلبية وتكون معدية. إنسان السلبي هذا معدي، يعدي للانتوراج اللي حداه، يعديك، وكي يعديك ما يخليكش تخمم نورمال، وتخليك تخمم بسلبية أكثر منه. معناتها أنت يا باغي دير صاحبك سلبي وموش مليح، غادي يدمر لك حياتك، هذه مفروغ منها كاع. دايما شوف إنسان إيجابي يعطيك شحنات إيجابية زيادة فيك، وتقدر تعاون بهم نفسك وتطلعوا في زوج. معناتها هو يدير درجة وانت، هو يدير درجة وانت درجة، تقدروا تطلعوا. اذا انت تدير درجه وهو يهدم درجه، انت تدير درجه راك في بلاصتك الدور، من بعد هذه الدرجه نتاعك يزيد يهدمها لك، معناتها تهوت تولي سلبي اكثر منه، والشحنات السلبيه اللي يدخلوك ما غاديش تربح، كونك هاني كاع تدمر نفسك، تدمر حتى المحيط تاعك اللي راه معاك، تدمر عائلتك، تولي في دوامه من التخمام. اول شيء تبعد عن الناس السلبيه اللي ما غاديش يفيدوك بحتى حاجه. إيسي عندك صاحبك سلبي، ما نبغيش أعطيه شحنة الأولى، أعطيه شحنة الزوج، أعطيه شحنة الثالثة، ما قدرتش عليه بعد. لازم تدور مع ناس عندهم نظرة مستقبلية للحياة، معناتها عندهم تفاؤل، عندهم أمل، حتى وما عندك والو في هذه الدنيا، ولكن يكون عندك أمل، تكون راضي بالمعيشة اللي راك عايشها، تكون عايش اللحظة نتاعك. أما المستقبل راه بيد الله عز وجل، هذه مفروغ منها. على هذه المحيط تاعك له دور في حياتك، تبع المحيط نتاعك
دير له حسابه مليح ودير له دراسة خاصة. كاين الصاحب وكاين الساحب. الصاحب مثل الصحابة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، أما في وقتنا اليوم راه الساحب أكثر من الصاحب، اللي يسحبك للأمورات اللي ماشي مليحة. مثال، أنا عندي صحابي تاع كيف وزطلة ومشاكل، غادي نمشي مع هذوك الناس لمدة معينة من الوقت، ممكن أسبوع ممكن أسبوعين، شنو اللي ندير؟ نجرب مليحة جنسية، أنا عندي مشاكل، أنا عندي ديك، أنا عندي ديك، معناتها نولي أنا يعني نتعاطى هذه الأمور مفروغ منها. مثلا عندي صحابي أنا يجمعوا عند الليسيات والسيام والجامعات، نجمع معهم خطرة زوج ثلاثة الأسبوع القادم، نولي أنا نديهم للليسي باش نجمعوا نوفوا عند الليسي، معناتها شوفوا الصحابة هنا وين راهم. ولكن يكون عندي صحابي قارين يخموا الخدمة المستقبل، دي زيدي شابين افكار على باليش انايا صوره تخير اكسيتيرا، ونقعد معهم حتى انا ومانيش من هاد تاع الصوالح اسبوع اسبوعين، نضلي انا فاني نبتكر، نضلي نجي في دي زيدي شابين باش انا فاني نعاونهم، باش انا فاني نبان في وسطهم. خلاص مثلا عندي صحابي انايا صالات 5 ولا 6 كي اذن الاذان نروحوا للجامع، مر الاولى تقعد معهم يدخلوا للجامع، من بعد يخرجوا يسيبوك عند الباب غدوه فاني، بعد تقول انا ديجا شني خاص راكون 5 دقائق صليت وجد، الاسبوع القادم تولي تتسبقهم للجامع. وفهموها كما بغيتوا، ان شاء الله بربي تكون الميساج وصل لكامل الناس. واختيكم اخوتي، قلت لكم المؤمن يبدا بنفسه، ما عندك ما دخلك في الناس. اذا حبيت تنجح ما تعس فلان ما تعس فلان، باغي تعس عس روحك، باغي تهدر هدر على روحك، لانك كل انسان يصلح نفسه مشو بعيد. ولا انا ناسي روحي كما قال لك الجمل، ناسي حدبته ويهضر على حدبه الناس، هكا ما نديرو والو، انت ما كاينش اللي غادي يصلح فينا ولا يمشي بعيد. السلام عليكم خوتي، نتمنى يكون الميساج هذا وصل. سلام.